أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الاجتماع التاسع للجنة الأمنية عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع أكد سموه أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمتابعة الوضع الأمني واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة. كما أكد سموه أهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء ومسؤولي المآتم بما يسهم في إحياء المناسبات الدينية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وفي مقدمتها منع أي تجمعات أو مواكب عزاء في محيط المآتم وإحياء المناسبة عبر البث المباشر، وذلك بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الوقائية لضمان سلامة الجميع.